الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الإسلام أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فإن تقوى الله عز وجل رأس الأمر وجامع الخير كله وهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين يقول الله عز وجل في كتاب العزيز ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فإن تقوى الله عز وجل فإن هذه وصية خير وصية للعباد الوصية بتقوى الله عز وجل خير وصية للعباد وخير زاد ليوم الميعاد وتقوى الله تبارك وتعالى كذلك وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يرسل رجلا أو أميرا على سرية أو كتيبة إلا أمره بتقوى الله تبارك وتعالى كما قال لمعاذ اتق الله حيثما كنت وتقوى الله عز وجل كنز عزيز عظيم فإذا حصل عليه العبد وجد فيه كل خير خير الدنيا والآخرة هذا الكنز فيه رحمة الله تبارك وتعالى ورضاه وفيه تأييد الله عز وجل للعبد وحفظه سبحانه وتعالى وفيه تجد أن الله عز وجل حرم عليك غضبه وأحل عليك رحمته سبحانه وتعالى ورضاه وتجد في هذا الكنز مغلاق للنار ومفتاح الجنة فتجد في هذا الكنز كل خير خير الدنيا والآخرة يقول الله عز وجل في جميع الصالحات وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ويقول الله عز وجل في الأنبياء والرسل ومن آمن بهم واتبعهم فيما أتوا به من عند الله عز وجل قال سبحانه وتعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها ويقول الله عز وجل في مخاطبة الناس وحديثهم فيما بينهم ونجواهم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله
ويقول الله عز وجل في فتح أبواب الخير أبواب البركات من السماء والأرض على عباده قال سبحانه ولو أن أهل القرى ولو أن أهل القرى اتقوا لفتحنا عليهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ويقول الله عز وجل في فضله وكرمه ورزقه للعباد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويقول سبحانه وتعالى في تيسير الأمور ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وكذلك في العلم فمن أراد أن يتعلم كتاب الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز واتقوا الله ويعلمكم الله ويقول لمن يريد بعد تعليمه أن يفهم مراد الله عز وجل في آياته وفيما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يفتح عليكم أبواب الفهم تعرفوا الحق من الباطل وقد ذكرت كلمة التقوى ومادتها في القرآن أكثر من 250 مرة لماذا؟ لماذا؟ لعظمة هذه الصفة لعظمة هذه الصفة فهذه الصفة يجب على كل مسلم أن يتصف بها يجب على كل مسلم أن يتصف بها لأهمية التقوى في القرآن وفي السنة وللمسلم وعند الله تبارك وتعالى أهمية عظيمة نجد كما سبق ذكر الآية سابقا ذكر كلمة التقوى مرتين وثلاث مرات في آية واحدة لماذا؟ كقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله والآية السابقة وكقوله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح هذا في من وقع في تناول شيء من الحرام من المأكولات والمشروبات ثم آمن وتاب إلى الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ثلاث مرات في آية واحدة لماذا؟ لأهمية التقوى فإذا كانت التقوى بهذه المكانة في الإسلام فعلينا بل يجب علينا أن نتصف بها لأنها صفة عظيمة من صفات الأتقياء من الأنبياء والرسل والصالحين ونجد في آيات كثيرة واللبيب يكفيه الإشارة وها نحن نستقبل أياما تكثر فيه فيها الفتن نستقبل أياما تكثر فيها التبرج والسفور والتعري فإن لم يتسلح المؤمن بسلاح الإيمان فكيف يتعامل مع هذه الفتن ومع هذه الأحوال ونحن نعلم أنه لا مفر من الاختلاط ولا مفر من الاحتكاك والتعامل مع النساء بسبب وجودنا في هذا المجتمع منا أن وبسبب عمله ومنا بسبب دراسته
وهناك أناس آخرين بسبب الأسواق، ومنا من بسبب المواعيد مع الدكاترة وغير ذلك. إذن لا مفر من الاختلاط والاحتكاك، فعلى المؤمن أن يتقي الله تبارك وتعالى. وتقوى الله تبارك وتعالى هي جعل النفس في شيء، وتبعد النفس من الهلاك ومن كل شيء يضرها ويسيء إليها. أن يتقي الله عز وجل أي يبعد النفس من كل إثم ومعصية وذنب، وذلك بترك المحظور وبفعل المأمور. والله تبارك وتعالى أمرنا في كتابه وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لجميع المؤمنين، وكذلك للمؤمنات، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. لماذا؟ لأن فاحشة الزنا فاحشة كبيرة وجريمة كبيرة عند الله تبارك وتعالى، ولها أضرار كثيرة صحية ومادية واجتماعية وأخلاقية وإلى غير ذلك. ولكن لا يسعنا أن نتطرق لذكر المساوئ، ولكن نشير إلى بعض الآيات في هذه العجالة وإلى بعض الأحاديث، لعل الله عز وجل أن يقذف في قلوبنا الفهم والتدبر لهذه الأدلة، وأن نتقي الله عز وجل، وأن نرضي الله تبارك وتعالى، ولا نرضى ولا نجعل الله عز وجل أن يغضب علينا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ونجد من الآيات ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقربوا، ولم يقل ربنا سبحانه وتعالى ولا تفعلوا، ولا تقربوا أي اتركوا الأمور التي تجركم إلى الفاحشة، كما جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان والرجلان تزنيان وزناهما الخطو أو المشي، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وهناك حديث آخر، وقد يعرف كثير منكم أو سمع به كثير منكم، والحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس، أو سهم من سهام الشيطان. هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يجوز رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال كثير من أهل العلم من علماء الحديث أن الحديث ضعيف لا يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هناك أدلة كثيرة منها ما ذكرنا، وهناك أدلة كثيرة حول هذا الموضوع. ففي هذه الأيام تكثر فيها التعري والمصائب، فعلى المسلم أن يتسلح، وإذا تسلح بسلاح الإيمان بسلاح التقوى فالله تبارك وتعالى ينجيه. وإذا وقع في شيء، وهذا لا مفر منه، فعلى العبد أن يكثر من الاستغفار. فإذا لزم الاستغفار كما قال سبحانه وتعالى: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فإذا وقع العبد، وهذا لا محالة أن يقع في النظر الحرام، أن
يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى يكشف ما به ويدفع عنه الشر والفتن كلها. كنا قبل أيام أو قبل أسابيع، وكونوا معي، قبل أيام أو أسابيع كنا نلبس ألبسة كثيرة من أجل أن تقينا شر البرد وخطورة البرد، من أجل أن نتقي الأمراض والأوجاع والأسقام، وهذا شيء جميل، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا، وكنا ما نشعر بالبرد إلا قليلا في الوجه والأصابع، وسرعان ما يذهب أثره. ولكن تدبروا معي هذه الآية الكريمة، فعلى المسلم، على المسلم أن يلبس لباسا آخر، وهذا اللباس، لباس، هناك ثلاثة أنواع من الألبسة رزقنا الله تبارك وتعالى بها. الأول هو لباس ضروري لستر العورة، واللباس الثاني هو أكثر من ذلك من أجل التجمل وما شابه ذلك، ولباس آخر لباس التقوى. ثلاث أنواع: النوع الأول ضروري لتستر عورتك، جسمك، لستر الجسم، وزيادة على ذلك التجمل، ألبسة جديدة وجميلة من أجل التجمل فوق ما تستر به جسدك. واللباس الثالث لباس التقوى. فكما كنا نلبس هذه الألبسة الكثيرة من أجل أن نتقي خطورة البرد أو الأمراض والأسقام، فعلينا أن نلبس لباس التقوى. فكشف عورة الإنسان جسديا، لو انكشف عورته أهون من أن ينكشف شرفه، وهذا كل الناس يتفق على ذلك. فالله تبارك وتعالى قال في كتابه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فكما كنا نلبس اللباس الخشن الدافئ من أجل أن نتقي الأمراض، فعلينا أن نلبس لباس التقوى لنستر عوراتنا ونستر كرامتنا ونستر شرفنا، وأن نستر جميع ما يغضب الله تبارك وتعالى. فضروري من لبس هذا اللباس دائما، لأن الله عز وجل ذكر في الآية أنه من علينا بهذه الأنواع من الألبسة. لو تخيلوا، لو رأيتم أحدا أو قام أحد في بيننا تعرى أمامنا، كيف يكون منظره؟ وهذا من فضل الله عز وجل، أنعم علينا هذا اللباس لنستر به الجسد، وهذا خير. ولكن الله عز وريشة وكذلك اللباس الجميل، ولكن الله عز وجل بيّن للعبد: إذا تريد أن تستر جسدك من أجل لا يراك أحد، فمن أن تستر شرفك وكرامتك بلباس التقوى خير وأفضل عند الله تبارك وتعالى. مهما ستر الإنسان نفسه باللباس الجميل، باللباس الضروري واللباس الجميل، ثم إذا به يأتي الفواحش فقد هتك ستره عند الله تبارك وتعالى، وفضح نفسه وتعرض إلى سخط الله تبارك وتعالى. ولو كان الإنسان فقيرا لم يجد إلا قليلا يستر به عورته، ومع ذلك هو نقي وتقي، فهو قد حافظ على شرفه وكرامته، وهو عزيز عند الله تبارك وتعالى. فعلينا
أيها المسلمون أن نتجهز بلباس التقوى وبسلاح التقوى لنرضي الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. My brothers and sisters in Islam, today we are talking about piety and how important to be pious. Fear of Allah subhanahu wa ta'ala in everything. How important for the believer. We have the meaning of taqwa and the word of taqwa, the piety, more than 250 times mentioned in the Quran. This is showing the importance of this ibadah, the taqwa, the piety. And taqwa is a treasure. If you open it, you're going to see all good. You're going to see if you find it, if you got it, if Allah subhanahu wa ta'ala bless you, you got this treasure, then you have all good. You're going to find the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. You're going to see the support of Allah subhanahu wa ta'ala. Protection from Allah subhanahu wa ta'ala. You're going to see how Allah subhanahu wa ta'ala pleased with you. You're going to find Allah subhanahu wa ta'ala make it haram upon you to be angry upon you. You're going to see the key of the Jannah. For sure, you're going to see all good in this treasure. So, it's the best advice for the people. This is Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala command the people before us. Whoever Allah subhanahu wa ta'ala send them a book among the prophets and messengers, Allah subhanahu wa ta'ala command them to be pious, to have piety and to have a fear of Allah subhanahu wa ta'ala. And also for the believers, the follower of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And we see in many, many ayat, as I mentioned, the meaning of piety and the word of piety, you know, and taqwa, you know, mentioned in the Quran many, many times in the Quran. And we see Allah subhanahu wa ta'ala talking about the messengers and the prophets and whoever believe in them and follow them. Allah subhanahu wa ta'ala said, we put the word of taqwa on them, which is La ilaha illallah, is a type of the taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala, He give them and they put them on their shoulders. Why? Because they deserve it. And then they are people for this. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned about easiness. How come to you? He said, if you have piety, Allah will make everything easy for you. For the rizq, providing. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, if you have piety, then Allah subhanahu wa ta'ala provide you even yourself. You don't know how this happened. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, for to open the gates of his blessing from the sky and from the earth upon the people, for the people, if you have piety. Allah said, if the people believe in Allah subhanahu wa ta'ala and they have piety, Allah will open the gates of his blessing from the sky and from the earth. For the people who they talking and they have conversations, they have sitting, they have meeting, Allah subhanahu wa ta'ala said, your speech, don't have conversations, don't have speech about oppressing, about sins, about something
against Allah subhanahu wa ta'ala, against the book of Allah subhanahu wa ta'ala, against the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Your conversation, make it about good and about piety. And fear Allah. In the same ayah. And we see Allah subhanahu wa ta'ala in many, many ayats mention about, you know, about taqwa. And this ayah also about the people used to drink or eat haram or drink haram. And then they become a Muslim. They make tawbah. They left what they used to do. Allah subhanahu wa ta'ala said about them. He said, it's no problem for the people who believe in Allah subhanahu wa ta'ala and they do unrighteous actions for what they eat or drink before. If they believe in Allah subhanahu wa ta'ala and having right actions and they have piety. And then again, he said, and they believe in Allah subhanahu wa ta'ala and they have piety. And they believe in Allah subhanahu wa ta'ala, they have piety and doing good. Three times in one ayah, Allah subhanahu wa ta'ala talking about piety. About the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala command the believers, fear Allah subhanahu wa ta'ala and see what you have for the day of judgment and fear Allah again. For, as we mentioned, for knowledge, Allah subhanahu wa ta'ala said, be pious, you're gonna learn. If you want to understand, be pious. Allah will make you to understand. So, the piety is very, very important character and attribute for a believer. It's obligation upon him to have this character, to act upon it. And we have, if Allah subhanahu wa ta'ala keep us alive, if we stay alive, the summer is coming. And we know in these days, a woman will be naked. It's going to be a lot of tabarruj. And because we live in the community, we cannot avoid mixing. We cannot avoid everything, like mixing and not talk to the woman, not see woman. You know, we cannot avoid. Why? Because some people, because of markets, you have to go buy stuff. So he's dealing with the woman. Some people study, they have no choice. Some people, because of hijab, they have no choice. But, you know, we have to have the libas, the clothes of taqwa, you know, to be saved and to avoid. And taqwa, to follow what Allah subhanahu wa ta'ala command you and to avoid what Allah subhanahu wa ta'ala prohibited. To stay away from anything Allah subhanahu wa ta'ala prohibited. And to do whatever Allah command you to do it. This is the meaning of taqwa. So Allah subhanahu wa ta'ala said, O Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tell the believers, don't look. Avoid. Don't look at, you know, something is not allowed for you to look. And also for the man and woman in two ayah. Why? Because this is one of the reasons pull you or push you to the fahisha. Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, your eyes making adultery or fornication, and also your ears, and also your tongue, also your hands, also your feet, and your private parts, prove it, either prove it you avoid or prove it you did it. So there's no way to avoid except if you follow what Allah subhanahu wa ta'ala command you to do. Other than that, you cannot avoid. Allah subhanahu wa ta'ala command the believers
to not look. And if you keep looking, this is what the Prophet ﷺ said, your eyes is making fornication, but your private parts prove it, happened or not. So we have to wear the clothes of taqwa, of piety. How? This is the ayah from the book of Allah subhanahu wa ta'ala. We know a couple days ago or a couple weeks ago or in the winter time, we was wearing a lot of clothes to avoid or to be saved from disease, from sicknesses. And sometimes even we just feel it a little bit, even too cold. But no one go out without clothes because they want to be safe from the sickness, from the disease. So everyone used to wear a lot of clothes. And this is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala give us to protect ourselves. This is the clothes. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, there's a three type of clothes for the believers, for the people. The first one, you know, the clothes you cover your body. This is, you have to have it. Emergency. Daruri. Important. To cover your body. This is the clothes. And then also, for to look good, wear more clothes or type of clothes to make you look good. This is another type. And also the clothes, the libas, the clothes of piety. So Allah subhanahu wa ta'ala said, O son of Adam, I send down to you clothes to cover your body, to cover your private parts, to cover your body, and also clothes to look good. But he said, also I send down clothes of taqwa, of piety. So, and clothes of piety is much better than the first one, than the second one. Why? Because clothes of the clothes of your body, to cover your body, is just cover your body. Even the person poor, just covering his private part, even most of his body showing, and he's clean, he's pure, he's not getting close to the fahisha, so he's clean by Allah subhanahu wa ta'ala. He's honorable by Allah subhanahu wa ta'ala. And the person even cover himself with the clothes and look good and going doing fahisha, he exposed himself to Allah subhanahu wa ta'ala. He scratched his honor in front of Allah subhanahu wa ta'ala. So the clothes is not, he's not getting benefit. That's why Allah subhanahu wa ta'ala said, the clothes of taqwa, piety, is better. Is better. Why? When the person have piety, he not allowed, he doesn't allow his honor to scratch. He keep himself clean. And so Allah subhanahu wa ta'ala make him honorable amongst the people in this dunya and on the day of judgment. So, my brothers and sisters in Islam, we have to fear Allah subhanahu wa ta'ala, and we have to, as we used to wear clothes to protect ourselves from sicknesses and disease during the winter, so we have to wear the clothes of taqwa to protect yourself from fahisha, from anything displeased Allah subhanahu wa ta'ala. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى. أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وأسأله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأعمالنا وأقوالنا
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة.